الله الرحمن الرحيم. احنا مجلة مزاجات عن دكاترة. انا اسمي محمد كامل، مجلة الكترونية. معنا واقفين بحضور مدام للا خديجة سلطانة. لو سمحتي تعرفينا عن حالك وعن الايفنت اللي عم بتحضري له وكل شيء. جو. للا خديجة سلطانة يعقوبي العلوي، الموسيقى العامة رابطة شرفاء العلويين الحسنيين وأبناء عمومتهم بالمغرب الشريف، رئيسة جمعية مستقبل بلادي للتنمية الشاملة، عضوة بمندوبية المقاومة وجيش التحرير، عضوة في هيئة المناصفة وتكافؤ الفرص. احنا قريبا تنضموا مهرجان ليوازي المستوى العالي بمناسبة عيد ميلاد الأميرة الجليلة للا خديجة والرجوع المغرب للاتحاد الإفريقي. أيوة. وهذا مهم جدا لنا وشعارنا الخالد الله الوطن الملك. وغادي يكونوا إن شاء الله عدة فنانين وفنانات، تقريبا 19 فنان، منهم أستاذ علي الغاوي، حاتم إيدار، أستاذ إيكو، أميرة قصري، والفنانة بشرة خالد، عائشة الوعد اللي غادي تجي عندنا من القاهرة، وأميرة قصري اللي غادي تجي عندنا من بلجيكا تاهي، وعدة أدباء وشعراء. وغادي نديرو ندوة حول الصحراء المغربية والاتحاد الإفريقي، الرجوع للاتحاد الإفريقي اللي غيكونوا فيها أساتذة في المستوى العالي، منهم بكر السباعي، نوال العروسي. من بعد غنديرو حفل شاي، ومن بعد حفل شاي غادي نديرو افتتاح ديال المهرجان. اليوم الثاني غادي نديرو عرس مغربي أصيل خيري بعد الشابات والشبان اللي ما لقى اللي ما عندهمش باش المهم غنساعدهم ان شاء الله. وفي اليوم الثالث غادي نديروا ندوه خصيصا ديال الشعراء والادباء، وفي المساء غادي نديروا ان شاء الله باذن الله نديروا اختتام المهرجان. غادي عن اول يوم حكينا الايفنت، حكينا ثاني يوم تاريخ كان في لو 1 ابريل او اول ابريل، ثاني ابريل، ثالث ابريل. اورايت. فين المكان؟ المكان بمدينه القنيطره. بمدينه القنيطره في مسرح في قاعه المجلس البلدي، اللي قاعه في المستوى العالي. والعرس غادي نديرو في قاعه الافراح ديال عبله. أخت وغادي نديرو عروض أزياء، منهم الأخت برادة إلهام ستيليس. يا أهلا وسهلا حضرتكم. أنا مشاركة بتشكيلة عروض أزياء مغربية فيها مصممة عالمية، فيها لباس رجال، فيها جلابة، فيها إن شاء الله قفطان مغربي. أدخل في تشكيلات العرس إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. إحنا مجلة مزاجان بانكات نتشرف بكم. شكرا. شرفنا كثير. والله معكم وإحنا معكم. ونسيت سفيرة السلام العالمي. يس. شكرا جزيلا. وشعارنا الخالد دائما وأبدا الله الله ثم الوطن ثم الملك، حب الوطن يجمعنا. الله الحمد لله رب العالمين.